أحسن الله إليكم. تقول الأخوات: قرأنا في الكتاب الذي فيه أدعية الحج والعمرة في أثناء الطواف والسعي، فسمعنا الناس يقولون هذه بدعة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا، فهل يجوز لنا أن نقرأ أي كتاب فيه دعاء أو نقرأ القرآن في أثناء طوافنا أو سعينا؟ وإذا كان لا يجوز ذلك، فإننا إذا قرأنا القرآن الذي نحفظه أو دعونا بما نريده، فإننا لا نكون خاشعين مثل ما نكون عندما نقرأ الكتاب. وجهونا ماذا نعمل، جزاكم الله خيرا. الدعاء في أثناء الطواف مستحب للأدعية الشرعية، وليس هو بواجب، ولا يتعين دعاء مخصوص، فالكل مسلم يدعو بما تيسر له من الأدعية، وإذا كان معه أدعية مكتوبة فلا بأس أن يقرأها، لأن هذا مما يعينه على الدعاء ويذكره به، لكن لا يكون بصفة جماعية أو يكون برفع صوت يشوش على الطائفين. نعم.